ايوه قنص هذا، قنص 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 داخل على فكره جوا المستشفى. هذا قنص، قنص قنص داخل قنص. داخل المستشفى واطلاق رصاص. رصاص. تعال انا دكتور اشرف، تعال انا عند الحيط، عند الحيط ان شاء الله ربنا يحفظكم. ربنا يبارك لحالك. ايش في يعني انا انا قاعد موجود بين المرضى. طيب ايش انا ادير بلا حالي؟ لا انا بقول انه انت على حالك مش اكثر من هيك. انا قاعد بين المرضى وانا جاهز لكل حاجه، ايش المشكله عندي؟ في قمه الهدوء، في قمه التركيز والوعي. قرارنا كان ثابت من اللحظات الاولى وحتى النهايه، سنبقى مع مرضانا ولن نخرج من المجمع الا ومرضانا بخير. جميع الموجودين الان كلهم يعني ملصقون الارض تحت الابرج. اتكلم معك والنازحين، ربما تسمع معي الان، تسمع مع الطلقات ربما. نعم نسمع هذه الطلقات شديده جدا. طبعا كلهم ملصقون الارض تحت الابرج. قد يفرغ المرضى ويتركهم في حال سبيلهم، كل واحد يذهب حيث ما يشاء، وهذا شيء غير مستبعد لهذا الاحتلال. حاولنا في الأسابيع الماضية هذا أحد الانفجارات. نعم. خليهم يأخذوا سلفي النصر في الشفاء ويروحوا، خليهم يأخذوا هالسلفي هذا تبعهم اللي جننونا فيه.